السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في أحسن الأحوال. درسنا اليوم كما شفتوا في الصورة هنحاولوا نطبقوا هذاك الدرس اللي بان لكم في الصورة ديال لا فيديو. بالنسبة للخدمة غادي نحتاجوا الكروشي رقم 11 أو 12، بالنسبة للحرير ممكن الا بغيتو يجيكم متقون اكثر تخدموه غير على 3 شهرات. انا خدمت هنا ب4. هنا بديت الخدمه، يعني تنحبك وفي نفس الوقت كنخدم هذا الهرم. يعني اللي بغات ممكن تخدمو هكا مباشره على الثوب، وممكن تحبك عاد تخدمو على الحبك. بسم الله. هنا من بعد ما كملت هذا الهرم هذا في هذه الغرزه هذه، درت سلسله ودرت غرزه حشو. هنا غنعاود سلسله بهذه الطريقه. غرزة حشو، سلسلة، غرزة حشو، كنستمر هكا حتى كنكمل 10 ديال الغرز أو 10 الفراغات نفس العدد. بالنسبه لهذا الضرس ممكن نخدموه على الدوره ديال الكم او الدوره ديال العنق والدوره ديال القب. بالنسبه للقميص ممكن نخدموه اذا كانت عندنا الخدمه عريضه. هنحسب هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا الفراغ الاخير 10. يعني من هنايا كنحسبو 10 ديال الفراغات او 10 ديال الغرز كنبداو من هنا والفراغات كنبداو من هنا. من بعد كنقبل الخدمه. غادي نرتفع بسلسله، نخلي هذه الغرزة الأولى ونجي الثانية، يعني في السلسلة هنخدم أول غرزة وهنكمل العدد ديال 12 الغرزة. الا خدمنا بثلاث، يعني 3 ديال الشعرات غيجي متقون اكثر. ممكن نستعملو حتى الحرير ديال الطرز، ممكن نديرو هو على 4 شعرات لانه كيكون رقيق. هذه اخر غرزه. من هنا لهنا عندي 12 غرزه. هندور الخدمه، هنرتفع بسلسله
غنخلي الغرزة الأولى، غنخدم في الثانية، يعني من هاد اللي خدمت هاد الغرزة غنحسب من هنا حتى نوصل هنايا 10 الغرز. هنا غنخلي في الغرزة الأخيرة، غنخدمها هنا، يعني كنخلي هاد الغرزة ما قبل الأخيرة، وكنجي لهنا كنخدم الغرزة العاشرة الأخيرة، غندور الخدمة. دائما في البداية كنرتفع بسلسلة، نخلي الغرزة الأولى ونخدم في الثانية. فهاد السطر غنخدم 8 غرز. هنا بقى لي غرزتين، غنجي لهادي غنخلي ما قبل الأخيرة ونخدم في الأخيرة. نقلب الخدمة، نرتفع بسلسلة، نخلي الغرزة الأولى ونخدم في الثانية. أنا غادي نكمل هنايا 6 غرز وغادي نرجع معاكم. هنا كملت 6 غرز، هنقلب الخدمة، نرتفع بسلسلة، هنخلي الغرزة الأولى، فهاد السطر غنخدمو 4 ديال الغرز، يعني كل جهة كنقصو منها غرزة. نخلي هذه نجي الأخيرة ونخدم الغرزة الرابعة، من بعد كنقلب الخدمة. هذا هو السطر الأخير، هنخدم غرزتين، نرتفع بسلسلة، نخلي الأولى ونخدم في الثانية، ونخلي الثالثة ونخدم في الغرزة الرابعة. هذا هو الشكل ديال الهرم. دابا باش ننزل لهنايا للثوب، كنحاول ندخل هنايا في هذا الجنب وكندير غرز منزلقة. بالطريقة ممكن اللي جاتها صعيبة دير غرز حشو، لكن الأحسن غرزة منزلقة. الأخيرة غنديرها هنا، غندخل هنا من بعد باش نخدم الهرم الثاني. كنحسب من هنا، كندير سلسلة ونجي للثوب وندير غرزة حشو، يعني الأولى كنحسب ب10.
نفس الطريقه اللي درت معكم في الاول. انا غادي نكتفي بهذا القدر وغادي نقطع الخيط ونرجع معكم باش نكملوا الخدمه. رجعت معكم من بعد ما قطعت الخيط، بالنسبه لكم ما تحتاجوش تقطعوا الخيط، يعني تجيكم الخدمه دايره. وبالنسبه للقب او العنق ضروري غتقطعوا الخيط وترجعوا لاول سطر. هنايا عندي جوج فراغات قبل هذا الهرم، انا ثبت الخيط في الفراغ الاول، وبالنسبه للهرم هنا كيبانوا لي ثلاثه الاسطر، هما سته لكن كيبانوا بحال غير ثلاثه، انا واحد ثاني ثالث. غادي نجي لاول سطر هذه الفتحه هذه، وندير نخدم نصف عمود بالطريقه. غادي نرتفع بثلاث سلاسل، من بعد غادي نرجع لهنا لوراء هذا النصف عمود ونخدم نصف عمود اول، ونصف عمود ثاني، هنا غادي ننتقل لهذا السطر الثاني ونخدم نصف عمود، نرتفع بثلاث سلاسل ونرجع لهنا ونخدم نصف عمود أول ونصف عمود ثاني، ننتقل للسطر الثالث ونثبته بنصف عمود ونرتفع بثلاث سلاسل ونجي لهنا نخدم نصف عمود ثاني هنا في هذا الرأس ديال الهرم. غادي نجي للغرزة اللي في الوسط، نحاول يعني نديرو في المنتصف، نثبت الخدمة بنصف عمود ونرتفع بثلاث سلاسل ونرجع لهنا، يعني بنفس الطريقة غنخدمو بحال المربعات المائلة لكن بغرزة نصف عمود. هنا غادي نثبت في الجهة المقابلة لهاد، يعني في هاد السطر هذا، ثلاث سلاسل نجي لهذا لهذا السطر الثاني، نرتفع بثلاث سلاسل
نجي للسطر الاخير ونثبت نصف عمود ارتفاع بثلاث سلاسل ونخدم نصف عمود مرتين. نخلي هذا الفراغ ونجي لهنا الفراغ الثاني ونثبت بغرزة حشو سلسلة. نخلي هذه الغرزة نجي لهذا الفراغ ونثبت بغرزة حشو. بنفس الطريقة غنخدم هذا الهرم، يعني غنجي في السطر الأول غنثبت نصف عمود نرتفع ثلاث سلاسل ونرجع لهنا لوراء هذا نصف عمود غنخدم نصف عمود الأول ونصف عمود الثاني. ننتقل للسطر الثاني وغادي نكمل بنفس الطريقة اللي خدمت هنا حتى كنكمل هاد الأهرامات اللي عندي. أنا غادي نكمل ونرجع معاكم. أنا وصلت لآخر سطر غندور الخدمة غادي نرتفع بثلاث سلاسل في البداية غادي نجي لهنا لهذا الراس ديال هذا الضرس الصغير اللي عندي وندير منزلقة نرتفع دابا بأربعة سلاسل نجي لهنا ونثبت بمنزلقة أربع سلاسل منزلقة كنثبتو في الراس هنا أربع سلاسل. في البداية كنبدأ بثلاث سلاسل لأن المسافة اللي عندي في البداية صغيرة فاكتفيت غير بثلاث سلاسل. بعد كندير أربع سلاسل أربع سلاسل هنا غنخدم ثلاث سلاسل فقط. هنا عندي واحد سلسلة بين الغرزتين غنثبت منزلقة ثلاث سلاسل نثبت في الراس ديال الضرس ونكمل بأربع سلاسل كما درت في الأول. غادي نكمل بنفس الطريقة كنسالي
هاد السلاسل وغادي نرجع معكم باش نكملوا الخدمة. بالنسبة لهنايا الا ما بغيتوش يجيكم هنا مزاحم ممكن نزيد واحد الفراغ في الخدمة، يعني فاش نكونو كنديرو الأهرامات كنت أنا كنخلي 4 ديال الفراغات، ممكن نخليو 5 باش تبان لينا الخدمة أكتر. هذا هو الشكل ديال السلاسل من بعد ما ساليت السطر. نقلب الخدمة ونجي لهاد أول سلسلة، غندير 3 غرز حشو غنتقل لهنا غندير 5 غرز حشو نكمل هنا القوس الموالي او السلسلة الموالية 5 غرز حشو ننتقل للفراغ الموالي 5 غرز حشو غادي نستمر هكا، يعني حتى كنسالي هاد الاقواس هادو بغرز الحشو هنايا فهاد البلاصه هادي، وهنا وهنا كندير غير 3 باش ما كيجينيش، حيت ما عنديش هنا المسافه. الا كنتو باغين ديرو اكثر يعني ممكن من الاول ديرو هنايا 5 الفراغات او 6. انا غادي نكمل بنفس الطريقه ونرجع معاكم باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال الدرت من بعد ما ساليت غرز الحشو، هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى نكون قدرت نوضح الفكره. وبالنسبه لهنا كما قلت لكم زيدوا واحد الفراغ باش يبان لكم الدرس واضح اكثر، ونتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.